السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميرا وكالة قاسيون تلتقي في القائد العسكري في جبهة فتح الشام أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلنتم رفضكم المفاوضات والآن أحرار الشام ترفض. كيف تقرؤون المسار السياسي حاليا؟ نعم أخي الكريم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. نعم أخي، نحن نرفض الحل السياسي بأي شكل من الأشكال، لأنه الحل السياسي هو نسيان دماء شهدائنا. نعم. ونسيان الهدف السامي الذي قمنا من أجله. ونعم، حركة حرس الشام، أخواننا في حركة حرس الشام نحسبهم الله حسبهم أنهم فصيلة على خير، والحمد لله أنه أحد فصائل الكبرى في الشام في الساحة الشامية أنه رفضت الحل السياسي. جمود عسكري وعمليات كفرسوسة وحمص وسعسع تظهر مجددا، هل تعود الجبهة على التشكيل العسكري السابق؟ نعم أخي الكريم، كما تعلمون أنتم ويعلم الإعلام أنه التحالف الصليبي قصف أخواننا وقصف قاداتنا. نعم. والحمد لله رب العالمين، الآن نحن فتح الشام نعيد هيكلة نفسنا، وسنقوم يعني بضرب. نعم. النظام في عقر داره، نقوم بضرب في العاصمة دمشق، ونقوم الآن سنقوم بضرب في عقر داره في اللاذقية وفي الساحل بإذن الله. كيف ترون انتقال السلطة في إدلب إلى مجالس محلية؟ هل سنرى ذات الأمر في مناطق أخرى؟ نعم أخي، يعني الشعب أهلنا وفي إدلب. نعم. تعرضوا للقصف وتعرضوا للتهجير وتعرضوا لكل أنواع المآسي، فنحن في فتح الشام كي نخف عنهم المآسي، وحتى يعني إن قادة إدلب يعني الائتلاف والفصائل الوطنية يعني لا يوجد مشكلة، بس ولكن بما يحكم بما الله. نعم. هناك أحاديث عن جيش وطني بدعم تركي، ما رأيك بذاك الجيش إن تم تشكيله؟ نعم، الآن الاجتماعات الخارجية تقرر أن هناك جيش وطني، ونحن في جبهة فتح الشام نعارض أي جيش أو أي جماعة تقوم على هذا الشكل، و نعم. لا نسمح بالدخول أو العمل على الأراضي السورية، والحمد لله رب العالمين.